السلام عليكم ورحمة الله، معكم مصطفى أمان. بما إن شركة مايكروسوفت وقفت الدعم الفني لنظام التشغيل ويندوز 7 مطلع هذا العام، وده مش معناه إن نظام التشغيل مش هتقدر تستخدمه بعد كده، لأ أنت هتقدر تستخدمه، ممكن تسطبه على الأجهزة بتاعتك عادي، لكن الفكرة إن الشركة وقفت الدعم الفني بتاعه، يعني كل التحديثات الأمنية اللي كانت بتنزل لنظام التشغيل وقفت، فأنت هتكون معرض للهجمات الإلكترونية بدون حماية. لذلك بننصح إن احنا ننقل أو نعمل أبديت للويندوز لويندوز 10، لأن هو ده نظام التشغيل اللي شركة مايكروسوفت بتدعمه حاليا. لكن من وجهة نظري الشخصية، لو الجهاز بتاعك الرامات بتاعته أقل من 2 جيجا، يعني 1 جيجا، أنصحك ما تعملش أبديت لويندوز 10، لأن الجهاز هيكون تقيل جدا معاك، فخليك على ويندوز 7 زي ما أنت. لكن لو جهازك 2 جيجا فيما فوق، 4 جيجا أو أكتر، فكل ما يكون رامات الجهاز أعلى كل ما يكون أداء الجهاز أفضل. فأرجع تاني أنبه، لو جهازك أقل من 2 جيجا ما تروحش الويندوز 10. جهازك 2 فيما فوق، يعني 2 دوت الحد الأدنى، هيكون الجهاز شغال معاك بس هيكون في سنة بطء شوية. أعلى من 2 جيجا فيما فوق، 4 6 8 زي ما أنت عايز، هيكون جهازك أداؤه أفضل. ففي الفيديو اللي معانا النهاردة هنتعلم 3 حاجات. أول حاجة، إزاي هنعمل داونلود لنسخة ويندوز 10 أصلية من موقع مايكروسوفت. الحاجة التانية، هنتعلم إزاي نحرق نسخة الويندوز ديت على فلاشة علشان نسطبها على الجهاز. الحاجة التالتة اللي هنتعلمها، هنتعلم بقى خطوات تسطيب ويندوز 10 على الجهاز. فيلا بينا نبدأ ب تحميل نسخة الويندوز من موقع مايكروسوفت. أول حاجة بنفتح جوجل وبنكتب في البحث ويندوز 10 داونلود. في نتائج البحث هنختار أول نتيجة اللي هي داونلود ويندوز 10 ديسك ايمج ايزو فايل من موقع مايكروسوفت الرسمي. لحد كده تمام. هنا الموقع مايكروسوفت بيجبرك ان انت تنزل أداة الأول، ومن خلال الأداة ديت بعد ما بتعملها داونلود هي بتسحب أو بتعمل داونلود لنسخة الويندوز، سواء بتديك 2 اوبشن، انت عايز تحرقها على الفلاشة دايركت ولا عايز تعمل لها داونلود على جهاز الكمبيوتر. انا عن نفسي يعني مش هشرح لكم الاداة ديت، انا مش يعني هنشرح طريقة تانية مختلفة. هندوس من الكيبورد على 3 زراير، زرار كنترول وشيفت وحرف الاي. هتلاحظوا ان في شاشة فيها أكواد برمجة فتحت على الجنب. من الشاشة ديت أو من الجزء دوت من الشاشة هنقف على الثلاث نقط دول، هندوس عليها وهنختار منها More Tools، ومن More Tools هنختار Network Condition. لو نزلت لتحت هتلاحظ في الجزء دوت إنه معمول على اليوزر، من يعني عند اليوزر ايجنت معمول تشيك بوكس على سيلكت اوتوماتيكلي. ديت يعني ايه؟ يعني هو بيشوف نظام التشغيل عندك اوتوماتيك، فلما بيلاقيه لما بيلاقي نظام التشغيل ويندوز بيفتح لك الصفحه ديت اجباري، الصفحه اللي قدامك دي.
طيب انا مش عايز الصفحة ديت، انا عايز اعمل داونلود لنسخة الويندوز ايزو دايركت، مش عايز تولز ولا اي حاجة. طيب يبقى هنشيل التشيك بوكس ديت، ومن القائمة ديت هنفتحها واختار اي نظام تشغيل تاني. يعني انا عن نفسي هختار كروم او اس، يعني بقول للمتصفح ان انا بضحك عليه، يعني بضلله بقول له ان نظام التشغيل بتاعي كروم، فبعد اذنك غير لي الصفحة الديفولت ديت وافتحها لي، وهيفتح لي صفحة تانية اقدر اختار من خلالها نسخة الويندوز اللي انا عايزها. خلاص احنا كده اخترنا كروم او اس. كل اللي هعمله ان انا هعمل ريفريش لصفحة الصفحة الحالية اللي انا فاتحها. خدتوا بالكم ايه اللي حصل؟ الصفحة اتغيرت. تمام، هنا بيجيب لي خيار او بيخيرني نسخة الويندوز اللي انا عايزها ايه. بفتح القائمة، طبعا ممكن تلاقي اكتر من نسخة، فطبعا وبتبقى اول واحدة ديت بتبقى احدث نسخة، فعشان هنا مفيش الا نسخة واحدة بس، فانت هتختار النسخة الحالية، لكن لو ظهر لك اكتر من نسخة اختار النسخة الاولى اللي هي بتكون احدث. فهو هنا حتى هو مسميها لي انه دوت تحديث مايو 2020، فبختارها وبقول كونفيرم. في الخيار التاني بيقول لي اختار اللغة اللي انت عايز الويندوز يعرضها لك، فطبعا في لغات كتير، في العربي، لكن انا بصراحة ما بحبش العربي في الويندوز، فهختارها انجليش، لكن براحتك انت لو انت عايز تختارها عربي اختارها عربي مفيش مشكلة، ودوس على كونفيرم. هنا بيخيرك انت عايز النسخة 32 ولا 64. طبعا زي ما شرحنا في فيديو ويندوز 7 بالنسبة لموضوع الرامات، لو انت الرامات عندك اقل من 4 جيجا اختار النسخة 32، 4 جيجا فيما فوق تكون النسخة 64، لان احنا زي ما قلنا الويندوز ال 32 ما بيشوفش اكتر من 4 جيجا رامات، فعشان تستفاد بكل الحجم بتاع الرامات بتاعك اختار ال 64 لو انت عندك رامات 4 فيما فوق، اقل من 4 اختارها 32 عادي، فهختار ال 64 وهقول له سيف. وهتلاحظ ان الداونلود بدأ، هنسيبه لحد ما يخلص تحميل. وبكده يكون ويندوز 10 نزل بنجاح، ونكون خلصنا المرحلة الأولى من عملية تسطيب ويندوز 10. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.